سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وهذه الآية في سورة سبأ، وهناك آية مماثلة أخرى وردت في سورة الزخرف، وهي قوله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. لقد كان حديثنا في الليلة الماضية عن أن الذين يواجهون الرسالة الإسلامية ويقاومونها هم دائما الطبقة المستكبرة في الأرض، أصحاب السيادة فيها وأصحاب المكاسب والامتيازات، من سياسيين ومن طبقة كهنوت. وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم بشكل واضح كما مر عليكم في هاتين الآيتين المباركتين، أن من يقاوم حركة التغيير والإصلاح في حياة الناس هم دائما المترفون. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. هؤلاء يريدون إبقاء الحال على ما هو، لأن مصالحهم مرتبطة ارتباطا وثيقا بما هو قائم. وفي حالة حدوث التغيير فإن هذه المواقع ستهتز، والمصالح والمنافع ستنقلب، ولذلك هؤلاء يستنفرون كل إمكاناتهم وطاقاتهم من أجل مقاومة عامل التغيير والإصلاح في حياتهم، سواء كان هذا العامل ينبثق من الداخل أو يأتي من الخارج. وليس كل من يأتي من الخارج ويدعي أنه يريد الإصلاح والتغيير لمصلحة الناس هو صادق فيما يدعي. وقد عاشت البشرية على مدى قرون في هذا الزمان، عاشت مثل هذه الحالة ومثل هذه الادعاءات الفاسدة الباطلة، بحيث أن هؤلاء الغزاة لم يفوا بوعودهم، وإذا بهم يستبدلون ظلماً بآخر واستبداداً بما هو أقسى منه. لذا ينبغي على الناس أن يتنبهوا إلى هذه الحقيقة. هذا المشروع الإلهي كما ذكرنا
في الليلة الماضية يقاومه هؤلاء الطغاة وأدواتهم التي يستخدمونها من أجل إخضاع جماهيرهم لسلطانهم كطبقة الكهنوت، هؤلاء الذين يأكلون المال الحرام، وكما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هذه هي المسألة، وإلا فإن الناس المهمشين المعذبين المحرومين، هؤلاء مصلحتهم في حالة التغيير والإصلاح التي تحدث في حياتهم، لذلك سيستجيبون ومن دون أدنى شك. وهذا ما شاهدناه في حركة النبي صلى الله عليه وآله في مكة، المكان الذي كانت عوامل الضغط والقهر على أشدها، ولكن مع كل هذه العوامل نجد أن حالة الإيمان بهذا الدين أصبحت من الظواهر المقلقة لقريش، لهذه الزعامات القرشية. لهذا كانوا يخططون من أجل القضاء على هذه الظاهرة، حاصروا النبي صلى الله عليه وآله ومن معه من الهاشميين في شعب أبي طالب، وعرضوهم للجوع، وخططوا لقتله، ولكن الله سبحانه وتعالى أنجاه وأمره بالهجرة إلى المدينة، وهذا ما حصل. الأعداد التي آمنت في مكة هي ليست بالأعداد القليلة، وكلهم من المستضعفين، ما خلا بعضا منهم ممن كانوا يجدون الحماية في قبائلهم وعشائرهم، كما هو الشأن في بعض بني أمية وفي بعض بني هاشم كجعفر ابن أبي طالب، وكعثمان ابن عفان أيضا كان من المهاجرين إلى الحبشة، وهؤلاء وأمثالهم كانوا يجدون الحماية في مكة، ولكنهم كانوا يبحثون عن قاعدة آمنة للدعوة لا للأشخاص فقط، يريدون مكانا آمنا ينطلقون منه لتبليغ هذه الرسالة إلى الناس. فالغرض هؤلاء الذين لا يحسنون الظن بدينهم ويعتقدون أن الإسلام لا يكاد يكون مقبولا عند الناس، وهم على وهم. الإسلام دين الله، الإسلام دين الفطرة، لا يوجد في الإسلام على مستوى العقيدة وعلى مستوى المفاهيم وعلى مستوى التشريعات ما يتعارض مع العقل ومع الفطرة الإنسانية السليمة، وليست الفطرة المنحرفة. هناك من فطرتهم منحرفة، قد لا يستسيغون بعض أحكام الإسلام، لكن أصحاب الفطرة النقية الطاهرة التي كما خلقها الله سبحانه وتعالى على طهرها ونقائها، هؤلاء بمجرد أن يتفهموا الإسلام ويعرفوه
لا محالة سيؤمنون به ويعشقونه ويضحون من أجله، وهذا هو الذي حصل. هنا يجب أن نتحدث عن قضية في هذا المجال، وهي أن هذه الدعوة الإسلامية كانت ترافقها قوة لحمايتها، وهذا هو موضوع الإثارة من قبل أعداء الإسلام، بل وحتى من قبل بعض المسلمين الذين لا يفهمون إسلامهم على النحو الصحيح. هذه القوة ليست للقتال، وإنما لحماية الدعاة وحركة الدعوة، لأن التجربة التي عاشها النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنون معه، هذه التجربة أثبتت لهم بأن هذه الخطوط، خطوط الشرك والكفر، هذه لا تتمتع بسعة الصدر وبالانفتاح على الفكر الآخر، وأنها تستطيع أن تحاور هذا الفكر. لم تكن هكذا. هؤلاء الذين يتبعون خط الشرك يتصفون بالعصبية ويتصفون بالتقليد الأعمى للموروث، كما سمعتم في هذه الآية المباركة الثانية التي وردت في سورة الزخرف: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هؤلاء يعيشون التعصب واتباع الموروث وعدم القدرة على مناقشة هذا الموروث، فضلاً عن مناقشة الفكر الآخر. فلذلك النبي صلى الله عليه وآله بعث بجماعة من الدعاة إلى بعض المناطق، وكان عددهم 10، وذهبوا إلى تلك الديار يدعون أهلها إلى الإسلام، إلى دين الله، إلا أن هؤلاء تعرضوا إلى القتل، فقتلوا وما نجا منهم إلا واحد. 10، قتل منهم 9 ونجا واحد، وهذا الواحد هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وآله بالذي جرى لهم من المشركين. وتكررت هذه الظاهرة مرة ثانية، وذهب الدعاة إلى بعض المناطق في الجزيرة العربية، وكانوا في جوار أحد زعمائها، ولكنهم غدروا بهم وقتلوا عددا كبيرا منهم. هذه هي طبيعة الشرك، ومن يعتقد بخط الشرك لا يملكون القدرة على الحوار وعلى مناقشة الرأي الآخر، ودائما يستخدمون وسائل العنف. لهذا النبي صلى الله عليه وآله بعد هذه التجربة القاسية كان حينما يبعث بمجموعة من الدعاة إلى جماعة من الناس كان يرسل معهم سرية لتدافع عنهم
عنه، فيما لو تعرضوا إلى عدوان من الآخرين. وهذا ما حصل مع خالد بن الوليد لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليمن، وبعد ذلك بعث من ورائه عليا عليه السلام، لأن هؤلاء ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا، حتى لا أدري لقصور منهم في فهم الدين، لوجود خلل في أسلوب الخطاب مثلا، ما استطاعوا أن ينجزوا ما هو مطلوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله بعث عليا عليه السلام وأمر خالدا بالعودة إلى المدينة، وأمر من كان مع خالد إما أن يرجع معه إلى المدينة أو أن يبقى مع علي عليه السلام. وبالفعل بعضهم عاد وبعضهم بقي مع علي، والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قام بدوره على أكمل وجه وبحكمته المعهودة وبوعيه الدقيق لرسالة الإسلام، استطاع أن يغير الأمور هناك. وإذا بالناس في اليمن يدخلون في دين الله أفواجا ببركة دعوة علي عليه السلام لهم للإسلام. فهذه السرية التي تبعث مع الدعاة، الهدف منها هو أولاً حماية الدعاة من العدوان من قبل الآخرين فيما لو تعرضوا إلى هذا العدوان. هذه المشكلة، لأن البعض منهم حتى سمعته يقول: ما الذي بعثهم إلى هناك؟ وكأنه يدافع عن الشرك، عن الأنظمة هاي الطاغوتية في الأرض، كل ما تزعج، وكأن القضية مو قضية دفاع عن الناس، الإنسان وحقوقه، لا، الحكام ومصالحه، الحكام ومصالحه. الإسلام يأتي للناس ولمصلحة الناس، أما الحكام ولا كرامة، خصوصا هؤلاء الطواغيت الذين يعيثون في الأرض فسادا. فحينئذ الدعوة الإسلامية تنتج أثرها، وهناك من يسلم. ويمكننا أن نلاحظ ما حدث من توسع هائل رهيب بين الناس على مستوى الإسلام والإيمان. كم من القرى ومن الشعوب من دخل في الإسلام؟ هذه الجزيرة العربية كلها دخلت في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وآله لا يزال على قيد الحياة. وإذا باليمن تدخل في الإسلام، والجزيرة العربية كلها تدخل في الإسلام، وإذا بالجزيرة أصبحت منطقة نفوذ إسلامي خالص. وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله في ليلة خاصة بالنسبة إلى الآيات التي فيها تشديد: اقتلوهم حيث وجدتموه، حيث ثقفتموه. هذه الآيات التي فيها هذا النوع من الشدة ومن الغلظة على المشركين، ما هو سببه؟ سنتحدث عنه إن شاء الله في ليلة خاصة.
فالذين يواجهون ويحاربون المد الإسلامي هم هؤلاء. أما الناس، عموم الناس مصلحتهم مع الإسلام، ولذلك حينما نأتي إلى الدول التي كانت في ذلك الوقت تعتبر من الدول العظمى، تمتلك من الإمكانات والاستعدادات ما لا يمتلكه العرب في الجزيرة العربية، كدولة الفرس والدولة الرومانية، وهي دول عريقة وقد عرف أهلها النظام والحكم المركزي، وعندهم جيوش، وعندهم مؤسسات، مؤسسة قضاء ومؤسسات أخرى كهنوتية، كل يعلم الناس بدينه الذي ارتضاه أو الذي ورثه من آبائه، كل هذا موجود وإمكانات مالية هائلة، ولا شيء من هذه الإمكانات والقدرات المادية والمعنوية في الجزيرة العربية، ولكن هؤلاء الذين يفتقرون إلى هذه الإمكانات والمقومات نجدهم أنهم أحدثوا هزات عنيفة في هذه الكيانات الكبيرة التي تملك أتباعاً بالملايين، بالملايين من الناس. لماذا تهاوت عروشكم أمام غزو هؤلاء الناس الحفاة العراة؟ بماذا يفسر هذا الانهيار؟ بتوفر الإمكانات وعدم توفرها، بأسباب أخرى؟ قطعا السبب هو واحد، أن هذه الشعوب كانت تعاني كثيرا من هذه الأنظمة الاستبدادية التي تستخف بالناس، وكما تحدث القرآن الكريم عن سياسة فرعون مع أهل مصر حينما قال تعالى: فاستخف قومه، استهان به بكل وجودهم بمصالحهم، استهان به وراح يملي عليهم ما يريد، وليس لهم أن يعترضوا، فهم عبيد وهو الرب في الأرض. وهذه دائما هي سيرة الطغاة، مرة يقول أنا رب، ومرة يقول أنا إله، أو مرة يقول أنا مثلا الرئيس الأوحد القائد الضرورة، وبالتالي يمتلك بيده أزمة الأمور ويتعامل مع الناس بفوقية. هذا موجود ولا يزال موجودا، ولا يزال موجود. فالله تعالى يقول هؤلاء الناس كانوا يتعاملون معهم، يعني الطغاة يتعاملون مع الناس بهذه الطريقة، طريقة الاستبداد والاستهانة والاستخفاف، يمنعونهم حتى من مجرد التفكير. سمو احنا احيانا يذكرون على سبيل النكتة ان واحد شاف بالحلم كذا الرئيس وعوقب على الحلم ماله، شافه بالحلم، شلون يحلم بالرئيس حلم مو زين مثلا، عرفت يولا؟ هذا طغيان، طغيان ما بعده طغيان. هاي الفرعونية لا تزال
قائمة ومستمرة في حياة الناس. فلذلك هؤلاء الناس يتطلعون إلى الحرية ويطلبون الكرامة إلى جانب حياتهم المادية التي يعيشونها، وهي حياة ضيق وضنك. لذا يرجون التغيير، يطلبون التغيير. لذا أتباع هاتين الدولتين الكبيرتين العظيمتين الرومانية والفارسية، لما جاء الزحف الإسلامي ودخل إلى هذه الديار، نجد أن مجاميع كثيرة من أبناء هذه الشعوب من آمن بالإسلام، حصلت يعني انهيارات في داخل هذه الأمم. وبالتالي استطاع هؤلاء المجاهدون أن يحققوا الغرض المطلوب، أن تكون هذه البلدان بلداناً مفتوحة يحكمها الإسلام. هذه هي القضية التي لم يلتفت إليها الطغاة حينما يسيئون إلى أممهم وإلى شعوبهم. لا يفكرون أن في يوم من الأيام أن هذا الضغط المتواصل على هؤلاء الناس سيدعوهم إلى الانفجار، أو إلى أن يتحولوا إلى أدوات بأيدي الطامعين من أعداء هذه الأمة، أملاً بالتغيير، أملاً بالخلاص. ولكنهم يفشلون في النهاية، تقديرهم غير صحيح غير سليم. وقد طلبنا أن يحدث هذا التغيير في حياتنا من قبل الأجانب، من قبل المستعمرين المستكبرين، ولكن ما هي النتيجة؟ كانت الخسائر أعظم، الخسائر أكبر. خسرنا كل شيء، خسرنا أنفسنا، خسرنا سيادتنا على أرضنا وفي بلدنا، خسرنا كل شيء. وها هو الذي علقنا عليه الآمال، كيف ينتهك حرمة بلدنا في دخوله وخروجه وفي قواعده وفي جنده وفي طيرانه وفي كل شيء، لا يستأذن أحدا من أبناء هذا البلد، وكأنه هو مالك هذا البلد وهو سيده. هذه كانت النتيجة بسبب التقدير الخاطئ للمسألة. أردنا أن يحدث التغيير بأدوات غيرنا وبمشروع غيرنا، لهذا كانت النتائج فظيعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا بالوعي الذي نستطيع من خلاله أن نزن الأمور بالميزان الصحيح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. يعني الترف ظاهرة، وهي ظاهرة مفسدة سواء للأفراد أو للأمم والشعوب. الأمة التي تعيش حالة الترف هذه أمة فاسدة، وكذلك الأفراد. وحينما يتولى المترفون إدارة البلاد فحينئذ
ينبغي علينا أن نقرأ على حياتنا ألف تحية وسلام، لكن حينما يتولى الناس الذين يعيشون حالة الزهد وحالة القناعة وأنهم يؤثرون مصالح الناس على مصلحتهم ولا يتأثرون بعوامل الترف في حياتهم، هؤلاء هم الذين ينفعون الناس وهم الذين يبنون الديار ويحمون الأوطان، وهذا ما نشاهده في بعض البلدان الآن، كيف أن الناس الذين يعيشون حالة الزهد استطاعوا أن يحافظوا على ديارهم وعلى أمتهم ويحققوا المكاسب الكبرى لهذه الديار لهذه الأمة. من الطبيعي الإسلام يدعو إلى الانفتاح على الآخرين من أجل الاستفادة مما عندهم، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتتعرفوا على الآخرين وما عندهم على مستوى الفكر وعلى مستوى الثقافة وعلى مستوى العمل، ماذا أنجزوا. وينبغي علينا أن نصطفي من هذه التجارب الإنسانية ما هو مفيد ونافع، ونبتعد عن كل ما هو ضار على خلاف ما نحن عليه اليوم. نحن لا نأخذ النافع وإنما نقتبس منهم كل ما هو ضار، الأمور التي تفسد حياتنا نأخذها ونتمسك بها، أما ما هو نافع فلا علاقة لنا به. فلا مانع من أن يكون هناك يعني استفادة مما عند الآخرين، هذه الأمم هذه تجارب إنسانية، لكن على مستوى التشريع ينبغي أن نتعبد بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، ولا يصح أن نأخذ من الآخرين ما يتعلق بالعمل بالحضارة بالبناء العمراني، ممكن بالعلوم الطبيعية نأخذ منهم، لكن على مستوى التشريع بحيث نأخذ منهم ما هو موجود في حياتهم والذي لا يوافق حياتنا ولا يوافق شرع ديننا، هذا أمر غير صحيح. نعم. أنا لا أريد أن أقول نعترف أو لا نعترف، لكن إذا ما قيست هذه الفتوحات الإسلامية بما جرى في العالم من حروب في ظاهرها عناوين إنسانية ولكن كانت نتائجها مروعة، تدمير شامل، قتل ذريع، تخريب للبنية التحتية،
تعذيب للناس، مصادرة لهويتهم. أما في الحروب هذه الإسلامية حينما ذهبوا إلى تلك الديار أدخلوا إليها كل عوامل النمو والتقدم في حياتهم، ونشروا العلم في ربوع هذه الديار، حتى قال أحد الكتاب الأوروبيين: ما رأينا فاتحا أرحم من العرب. يعني لو نظرنا إلى ما فعله الإفرنج في إسبانيا التي كانت في يوم ما يعني من مناطق النفوذ الإسلامي وأهلها يعيشون الإسلام، مع وجود الجاليات الأخرى التي تدين بغير الإسلام وبينها تعايش، لما دخلوا إلى هذه الديار فليقرأوا ماذا فعلوا بالمسلمين هناك، كيف أنهم قتلوهم بطريقة وحشية جماعية، آلاف من المسلمين يقتلونهم دفعة واحدة، بينما في الفتوحات الإسلامية لم يحدث مثل هذه الخروقات. هذا أكو واحد يدق الباب، هي أكو بعد سؤال. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظهم إن شاء الله ويحفظكم، والحمد لله رب العالمين.